أعرف الكوز والباستيل والراكية، وامبارح عرفت أم الشلاتيت. إيه اللي رأيك في الشهادة؟ من جدار الكرش. أنت عايزة أديك شهادة جرانتي من الشيف حسن. خلاص انا كده كاني دارسه دبلومه الشيف حسن. اكتر من دبلومه، ده ماجستير كبير. دكتوراه الشيف حسن. دكتوراه الشيف حسن بالظبط كده. انا كده دلوقتي ايه، ست بيت ايه؟ لا اعلاميه قديره. لا سيبك من اعلاميه، ست بيت شاطره. ما احنا قلنا المطبخ دي في كل شؤون الدنيا. كل حاجه موجوده في المطبخ دي، كل حاجه فيه. انا عملت منبار امبارح. ايه رايك؟ ده الناس كاتبين لي تسلم ايدك عسليه على المنبار. البوبس. البوبس دلعتي بالبوبس؟ لا هي من الفكره مش في البوبس وربطه. الفكره في حشو. هي جبت القمع. أيوة. وحطيته في المنبار ومليته. بس القمع ما يكونش فيه ولا سبيرت ولا جاز ولا بنزين، يكون بتاع المطبخ. بتاع المطبخ طبعا. والفرشه برضه هجيب بتاع العربيه اللي بملى بيه زيت. الجزر وهضرب بيها البطاطس. انت فاكرني هجيب قمع العربيه اللي بملى بيه زيت؟ اه بالظبط كده. لا طبعا. انا متخيل. لا 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 ليه ستات؟ بتقول لا احنا ما نعملش حاجات دي. حبيبتي انت مش بتيجي هنا بالطياره؟ باجي الشغل بالطياره. لا كنت هنا ورا عند النقله دي اللي فيها. لا باجي الشغل بالعربيه. طب الحمد لله. والطياره بقى بالليل لما تخرجي شويه بالليل. ممكن اتمشى بالطياره بالليل. بتمشي؟ بتمشي. التكلفه دي بتساوي كام؟ قد ايه من يعني حسب بنزين ولا غاز؟ لا ما بركزش في التفاصيل دي. طب عندك التيار بتاعك؟ انا بحسبك انت اللي بتسوقي. انا بحسبك انت اللي بتسوقي. وانت طيبه يا رب دايما في فرح وسعاده واعياد، ويا رب كل مشاهدينا يبقوا معانا حبايبنا